ستقولون لكنه بلا شك أوتي قوة زائدة. نعم بلا شك طبعا، رجل يحوي في عصمته 9 من النسوة بلا شك لديه قوة زائدة، لكن ليست قوة 30، فضلا عن تكون قوة 40 أو 45، فضلا عن أن تكون 4000. هذا هو الهوس في التفكير. تعرفون لماذا؟ لأن الرجل المعتدل البنية والمعتدل المزاج، يعني المزاج الجنسي الحسي كما يقال، يحتاج أهله في الأسبوع من 3 إلى 4 مرار. هذا الرجل المعتدل عادي، مش الضعيف ومش إيه الغير عادي، يحتاج من 3 إلى 4 مرار. وهذه المسألة نسبية بحسب أيضا إيه التفاوت في الأسنان، لكن هذا مع اعتدال المزاج. صحيح المعتدل المزاج يحتاج إلى هذا تقريبا كل يومين مرة، هذا شيء طبيعي جميل. فمعنى ذلك أيها الإخوة والأخوات أن الرسول وقد أوتي قوة إيه؟ لن نقول 40 الآن، 30، لأن هذه الرواية الصحيحة على أساس، مش عن الرسول لا، عن أنس، عن الحديث الذي كان يدور بينهم، أحاديث المجالس، عن أنس أيها الإخوة. قوة 30، إذن قوة 30 ويحتاج المعتدل المزاج إلى 3 إلى 4 مرات، سنقول 3 مرار فقط، 30 × 3 = 90. إذن يحتاج النبي أن يواقع أهله أيها الإخوة جميعهن كل يوم مرة وأزيد، يواقع 5 على الأقل منهن إيه مرة كل يوم، و4 منهن إيه مرتين. هل النبي يحتاج إلى هذا؟ هل النبي فارغ لهذا؟ متفرغ لهذا؟ وهو الذي فرغه ربه لأعباء الرسالة والوعظ والإمامة والخطابة والتدريس والقضاء وفصل الخصومات وتسيير السرايا وقيادة الغزوات و إلى آخره، فرغه بأن جعل شيطانه يسلم، قال فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. لم يكن متفرغا لهذا أيها النبي، لم تكن متفرغا إيه لهذا، وحاشاك أيها الإخوة، مستحيل. انتبهوا، مسألة ثانية وهي هامة جدا، النبي على الصحيح وهو الذي قال فيه الحافظ ابن رجب في شرح البخاري فتح الباري أيضا باسم كتاب الحافظ ابن حجر سبقه إليه ابن رجب الحنبلي، قال وهو الذي تدل عليه ظواهر الأخبار، ما هو؟ أن القسم كان واجبا على رسول الله. القسم كان واجبا. ما معنى القسم كان واجبا؟ كان يقسم أيها الإخوة لنسائه. وما معنى القسم أيها الإخوة؟ يبيت كل ليلة عند واحدة، يعني لا يواقع أكثر من واحدة في اليوم والليلة من باب القسم، حتى يرضين وتقر أعينهن ويفرغ هو لما هو بصدده من الأعباء العظيمة والمهام الجسيمة أيها الإخوة. القسم، بعض العلماء كالإصطخري أيها الإخوة والغزالي في الوجيز واقتصر عليه، قالوا لا، القسم لم يكن واجبا عليه، حتى هذا لا يضر. تعرفون لماذا؟ لو لم يكن حتى واجبا عليه فقد كان يتعاطاه ويفعله، كان يقسم أكثر من هذا. الأدلة على أنه كان يقسم، بل الأدلة على أن القسم كان إيه أشبه بالواجب في حقه، كان يجب أن يقسم وممنوع أن ينام مع أخرى على الأقل دون أن يسترضي إيش صاحبة النوبة. الدليل على هذا، انتبهوا ستقول نعم هذا صحيح، الدليل على هذا أولا أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام لما مرض مرض الموت كان ينقل بين أزواجه. لماذا؟ مريض ثقيل تعبان، القسم يجب، ليلة عند هذه وليلة عند تلك وهكذا وهكذا، وينقل يحمل حملا أيها الإخوة من بيت إلى بيت حتى تعب. فاستأذنهن أن يعلل يمرض في في بيت عائشة واسترضاهن، فأذن له بذلك. لو لم يكن القسم واجبا لماذا يفعل هذا بنفسه؟ لماذا يفعل به هذا؟ 1 2، حديث الإمام مسلم في صحيحه وتلوته مرة عليكم بطوله، حين انسل النبي من لدنها في ليلتها في نوبتها من حجرتها وخرج، فخافت هي، أخذتها الغيرة أيها الإخوة، دخلتها غيرة، خافت أن يكون انسل لإحدى أزواجه، إلى آخر الحديث، حديث حشية رابية، حديث طويل وجميل. ماذا قالها النبي؟ قال يا عائشة أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك بنص عبارته بمفهومه عفوا أنه لو ذهب إلى أخرى لكان ظلمها. طبعا يقول أخشيت الظلم أن أظلمك بماذا يا رسول الله إذن؟
لماذا يظلم؟ له ذهب عند أخرى، يكون ظلما لأن هذه نوبتها. هذا لم أجد من انتبه إليه في موضوع القسم، انتبهوا، قرأت مباحث ولم أجد من استدل بهذا، وهو في صحيح مسلم واضح جدا. حديث ابن عباس الشهير الذي يرويه عطاء رضوان الله عليه يقول: كنت مع ابن عباس في سرف في جنازة ميمونة خالة ابن عباس أخت أم الفضل ابن حارث، في جنازته أو جنازتي، يقال جنازة أو جنازة، ميمونة. قال فقال: وقد حملنا نعشها لا تزعزعوه ولا تزلزلوه، فإنها زوج نبيكم، وكان عنده صلى الله عليه وسلم تسع يقسم لثماني ولا يقسم لواحدة. واضح كان يقسم في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عنها تقول لما نزل قوله تبارك وتعالى: ترجي من تشاء وتؤوي إليهن وتؤوي من تشاء عفوا، كان يستأذننا النبي. قالت الراوية: فسألتها فماذا كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول إذا استأذنني لا تأذن، لا تأذن في نوبتها، لا تريد. فكيف يأتي؟ نحن نفهم من حديث أنس أنه يأتي نساءه تقريبا كل يوم، يعني تسع نساء، كلام فارغ غير صحيح بالمرة، يخالف الحديث الصحيح هذا الفهم. وإن صح الحديث لا بأس، سنتأوله الآن على وجهه إن شاء الله، الحديث صحيح ما في مشكلة. قالت: كنت أقول إن كان ذاك إلي فلا أريد أن أوثر بنصيبي منك أحدا، لا لا أذن، لا أذن لك أن تذهب إلى أخرى. طبعا وكان ذلك يشتد عليهن جدا أيها الإخوة، لو حصل لا يقبلن بهذا. وفي الصحيحين أيضا، وفي الصحيحين لكن هذا أذكره بعد قليل، عن عائشة أيضا. المهم الأدلة على أنه كان يقسم كثيرة جدا، بل على وجوب القسم في حقه وأنهم العدل المأمور به، بدليل الحديث الصحيح الشهير: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بماذا؟ بما تملك ولا أملك، أي حب وهوى القلب، ميل القلب، لكن كان يعدل في قسمه. صحيح؟ إذن كيف نفهم حديث أنس النبي كان يدور على نسائه في ساعة من الليل أو النهار وهن تسع، وفي رواية شاذة في البخاري 11؟ كيف نفهم هذا؟ انتبهوا، أولا لا أستطيع عقلا أن أفهم أنه كان يدور عليهن بما فهمه أنس أو غيره، أنه كان يواقعهن، لا ينسلك في ذهن محترم هذا. تعرفون لماذا؟ هو يقول في ساعة، وهذا اللفظ متردد في كل الروايات، والساعة في عربيتنا ليست هذا الجزء من 24 جزءا، بل هي مدة أقل من هذا بكثير، لعلها أقل من الساعة الميقاتية بنحو 5 أضعاف أو 6 مرات أيها الإخوة، شيء قليل. الساعة دقائق، يعني ربع ساعة، 20 دقيقة، ربما 10 دقائق، 15 دقيقة، هذا هو الساعة، شيء قليل. فقولوا لي بالله عليكم وعليكن، كيف كان يأتي 9 نساء في ساعة في 20 دقيقة؟ مستحيل. لو صح هذا سيطرق طريقا ويعبد سبيلا إلى الطعن في ماذا؟ حتى في جمالية مسلك رسول الله. هل كان النبي يتعاطى مع هذه المسألة أنها مسألة ميكانيكية محض؟ هل المرأة مجرد وعاء للتفريغ فعلا بهذه الطريقة؟ شيء غير منطقي لا يدخل العقل. وهو الذي أمرنا وأفهمنا أن الرجل إذا أتى أهله فعليه أن يصدقها. شوف شرحت هذا في محاضرة الختان مرة، وأعجب أعجب حتى المسيحيات النصرانيات، قلنا نتمنى أن البابا عنده مثل هذا الفهم. انتبهوا، النبي قال عن الرجل إذا أراد أن يأتي أهله أن يصدقها. تعرفون ما معنى أن يصدقها؟ يقدم لها مهرا، يعني في كل وقاع. ما معنى المهر هنا؟ القبلة، المداعبة، الكلام الجميل، التحبب، التودد، مقدمات، الفور بليز بسموها. النبي أشار إلى هذا، القرآن أشار إلى هذا، قال وقدموا لأنفسكم، تقديم اسمها المقدمات الفور بلي، والقرآن قال قدموا لأنفسكم، واضح جدا على عكس ما فهمها المفسرون فهما في غير محلي بالمرة. النبي قال هذا، قال فليصدقها، ثم قال فإذا قضى حاجته فلا يعجلها، لأن النبي يعلم أن خطها إيش منحنٍ في علم الجنس الآن، خط المرأة منحنٍ، خط الرجل ليس منحنٍ بل مستقيم أيها الإخوة، هابط يصعد يهبط مرة واحدة، معروف النبي يعرف هذا. قال فلا يعجلها، فالمسألة إذن تحتاج إلى وقت على الأقل، مع كل واحدة زهاء من 20 إلى نصف ساعة، هذا إذا تجاوزنا يعني، إذا مش أكثر.
فكيف يأتي 9 نسائه في ساعة؟ أفهموني، أعيرون عقولكم، أنا لا أفهم هذا. انتبهوا، أخطأ فلان وعلان هذا لا يعنيني. أنا يعنيني إيه؟ أن أنصف نبيي، أن أجلي صورته الإنسانية الرحيمة كما هي بالعقل وبالنصوص. وسيأتيكم الآن النص إن شاء الله تعالى، النص سيأتيكم من الصحاح حتى نرى كيف ضللنا أيها الإخوة، ضللنا عفوا في فهم هذا النص الكريم، مع أنه في الصحيحين وفي مسند أحمد وغيرهما أو غيرهم. طيب أيها الإخوة، هذه واحدة. الثانية، سودة بن زمعة كما في الصحيحين عن حديث من حديث أم المؤمنين عائشة، سودة بن زمعة تنازلت عن نوبتها لعائشة، فلما فرقت، تقول كبرت وفرقت، خافت أن يتركها الرسول، قالت يا رسول الله لا أرب لي في الرجال، قد جعلت نوبتي لعائشة، فقبل منها ذلك. معروف، قد يقول قائل هذا كان قبل أن يتحدث أنس، لا بأس يا سيدي، إذن هو كان يأتي 9 لا بأس، لكن ما لا جواب عنه. اسألوا أي طبيب جينيكولوج، طبيب نسائي، واسألوا النساء أنفسهم أيها الإخوة، هل يمكن أن يجتمع لدى رجل واحد 9 من النسوة ويتفقن ما شاء الله في دوراتهن الشهرية بحيث يحضن في وقت واحد ويطهرن ويكن مهيئات لذاكم الشيء في وقت واحد؟ غير منطقي. 9 نساء ستكون هذه حائضا وهذه طاهرة، 3-4 طاهرات واثنتان ربما حائضات. كيف يقول لنا هذا الحديث كأن هذه كانت سنة لرسول الله يأتيها كل يوم أيها الإخوة أو في أغلب أوقاته يدور على النساء؟ معنى يأتيهن ذلكم الإتيان 9؟ غير صحيح، غير علمي بالمرة. إذن ما الجواب؟ هل كذب أنس؟ أعوذ بالله، حاشا. هل كذب على أنس؟ كذب بعض التابعين، حاشاهم بعض، لا نرجح هذا أبدا، حاشاهم، الحديث صحيح ولا بأس. لكن أيها الإخوة، لعل أنسا كان يرى الرسول يدخل ويخرج يدخل ويخرج، وأنا طفل صغير على فكرة، وأكثر الأحاديث الخاصة بحياة رسول الله الجنسية، وهذه ملاحظة عجيبة رواها أنس بن مالك، حديث الكفيت هذا في أسانيده التعبانة، مروي أيضا عن أنس بن مالك، حديث كثيرة بالعشرات عن أنس، طفل صغير أيها الإخوة، له أوهامه وله خواطره وله تصوراته، طفل لا يفهم الأشياء كما هي، كان طفلا صغيرا يخدم النبي ابن أم سليم. أنس لعله ظن أن النبي يأتي أهله، لكن انظروا الآن إلى ما في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله رضي الله تعالى عنها، قالت، طبعا الآن بعضهم قد يقول أن لهذا المشلوح أن يفهم هذا كله، ولا عشره ولا عشر معشري ولا يعرف هذا، لكنه يكذب. أنا لا ألوم عليه في عدم فهم هذه الأشياء بدقتها العلمية، لكن ألوم عليه في كذبه، وسيأتيكم أطراف منه إن شاء الله في مواضعها. يكذب كذبا حقيقيا، ويبتر النصوص، ويخفي ما شاء ويظهر ما شاء أيها الإخوة، ويحرف. هذا الذي شككنا في نيته، وهذا الذي يجعلنا موقنين نتبع من ونترك من. حاشا لعالم مسلم، حاشا للشيخ لإمام مسلم أن يكذب على عيسى حتى يجنأه، حاشا. لكن هذا المشلوح يفعل هذا، إذا ليس على حق. لو كان يعيش بالحق وفي الحق وبنور الحق، والله ما كذب على رجل شريف يا سيدي، لن نقول نبي ورسول، سنعامل النبي هنا كمعاملة أي قائد تاريخي، لن يكذب عليه، لن يكذب على قائد تاريخي عظيم. لماذا تكذب عليه؟ أبو سفيان أيها الإخوة، رأس بني أمية الذي كان من أحقد طغاة قريش على رسول الله، لم يكذب عليه بين يديه هرقل الملك الروم، لأن الكذب عيب عند العرب، ليس حبا في النبي، هو أحب أن يكذب عليه، طبعا مشرك وثني، لكن قال ولولا خشية أن يأثر العرب عني كذبا لكذبت عليه، لكن عيب ما طلعش منه. لكن هذا ما فيش عنده عيب، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا خلع العذار ولم يخش العار، لا هو ولا أمثاله. فعرفنا، شكرا لك يا سعادة القمص، شكرا لك، لست حبرا ولست راهبا، الرهبان عندهم رقة أكثر من ذلك، شكرا لك، عرفنا نتبع دين من؟ دين الصادقين المبرورين، وليس دين الكذابين المدلسين البهت والعياذ بالله. نعود إلى ما كنا فيه، عائشة تقول في حديث الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، يحب الحلواء والعسل، هذا في البخاري ومسلم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر، انتبهوا، في رواية في البخاري
إذا صلى الفجر. في البخاري روايتان إذن، إذا صلى العصر وإذا صلى الفجر، واقتصر مسلم على رواية ماذا؟ العصر، لعلها الأشبه. على كل، فكان صلى إذا صلى العصر يدور على نسائه، يدخل على كل واحد خمس دقائق أربع دقائق دقيقتين يسلم كذا، فيدنو منهن. عبد الرحمن بن أبي الزناد يروي عن هشام بن عروة أيها الإخوة، أو عن الزهري عفوا، إلى عائشة حتى يبلغ عائشة. عبد الرحمن بن أبي الزناد لا يروي عفوا هي عن هشام عن عروة عن عائشة ماذا؟ بزيادة فيدنو منهن من غير مسيس، ما في جماع، هكذا كان يدور عليهن لا يجامعهن، وهذا في الصحيحين. وقول عائشة فيدنو منهن، فهم منه كل الأئمة والعلماء أنه يهوي يقبل أو يلمس دون أن يواقع، كل العلماء باختلاف مذاهبهم. هذه لغة العرب التي نفهمها نحن. قال النووي في المنهاج شرحه على مسلم قال وفي هذا دليل لقول أصحابنا إن صاحب القسم إنما يجوز له أن يأتي الأخرى في النهار ولكن من غير جماع، يجوز هذا، هذا لا يتعارض مع القسم. عماد القسم كما قال حافظ ابن رجب، عماد القسم، القسم بين الزوجات يعني في المبيت وكذا، الليل. إذا كان يدور عليهن فعلا ويدور على تسع نسائه وفي ساعة فعلا، لكن من غير ماذا؟ من غير مسيس، هذا في الصحيحين. هكذا نفهم حديث أنس، الآن اتجهت لنا الأمور. على كل حال انتبهوا حتى يعني لا أضل أنا ولا أنسى، حتى لو كان النبي يأتي تسع نسائه هذا لا يضره طبعا. أنا لا أحب أن أبان أنه لم يكن يفعل هذا، أنا في اعتقادي كان يفعله مرات حين يغفل مثلا من سفره راجعا يعني، فمرات محدودة كان يفعل هذا، وربما أشير لهذا بعد قليل، لكن لا يفعل هذا كل يوم ولا في معظم حاله أصلا، لتعارضه مع القسم ومع انشغاله. الإمام أبو بكر ابن مردوية أو مردوية كما يقول المحدثون هكذا يضبطونه على عكس ضبط النحاة، يروي عن ابن عباس يقول كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح حتى إذا فرغ من صلاته جلس في مصلاه وجلس الناس حوله حتى إذا طلعت الشمس، أو يقول جلس حتى تطلع في الحقيقة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت أتى أهله امرأة امرأة فسلم وسأل السلام عليكم كيف الحال كذا، طالبين شيء، في شيء ناقص، مثل الرجل صح المسؤولية فعلا الواعي بمهمه، هذا هو لا يأتي الوقاع كيف وهو يخصم، ولو فعل لظلم كما قال أن يحيف الله عليك إيه ورسوله، هذا هو. إذن هذا هو الصحيح، ولذلك العلماء مثل ابن بطال رحمة الله عليه الشارح العظيم البخاري ماذا قال؟ قال فيها وجوه ثلاثة، أن النبي كان يفعل هذا إذا عاد من سفره أو غزواته. لماذا؟ لأنه كان إذا سافر يقرع بين نسائه، فما خير عليه قرعة اصطحبها، حتى إذا عاد الآن يستأنف القسم، وليست واحدة منهن أولى بالابتداء، فلعله كان أن يأتي الجميع ثم بعد ذلك يأخذ في القسم. كلام موفق. هناك رأي ثان أنه ربما فعل هذا في بعض الأحيين باسترضائهن، يستأذن فإن رضينا، وربما تأذن بعضهن ولا تأذن الأخرى. الثالث للعلامة المهلب رحمة الله عليه، العلامة الوزير المهلب قال معنى ذلك أن النبي كان يفعله حين ينتهي القسم، يقسم لثمانية الآن، هو لثماني منهن، فإذا انتهى القسم يفعل هذا مرة ثم يستأنف القسم، وهو أيضا وجيه. لكن انتبهوا في الوجوه الثلاثة ليس ثمة ما يدو أنه كان يفعله دائما ولا أغلبيا حتى، صحيح؟ هذا هو، العلماء فهموا هذا. طب أخيرا حتى لا أطيل، أطلت، أصبح خطبة فقهية للأسف، لكن لعل فيها فائدة إن شاء الله للعلماء وطلاب العلم والعام أيضا. في الصحيحين أيها الإخوة من حديث عائشة في إحرام رسول الله قالت كنت أطيب رسول الله قبل أن يحرم، قبل أن يهل بالإحرام، أطيب رسول الله فيطوف على نسائه ويصبح منتضخا طيبا، أو قالت ينتضخ بالطيب، عينان نضختان تفوران، يفور طيبا.
هذا يدل على أن طوافه على نسائه ليس طواف وقاع. تنبه إليها العلامة الإمام الكبير أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح. أبو بكر الإسماعيلي هو الذي تنبه إلى هذا. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه لو هي ضمخته بالطيب، انتبهوا، ضمخته بالطيب، فلو طاف عليهن وواقعهن أو إحداهن لزمه ماذا؟ الاغتسال، لزمه الاغتسال. طبعا الأمر سيكون أظهر لو أنه اغتسل من كل إيه؟ من كل وقاع، لن يبقى ثمة أثر للطيب أصلا، فكيف يغتسل ثم يصبح منتضخا ماذا؟ طيبة. ونحن نعلم أن المحرم لا يجوز له أن يضع بعد إحرامه ماذا؟ الطيب. لا تقول لي يغتسل ثم إيه؟ يحرم، ممنوع أبدا. هذا هو، إذا كان يدور عليهن من غير وقاع. الأدلة كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى.